معنا من واشنطن مبعوث الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للشرق الأوسط جايسون غرينبلات. أهلا وسهلا بك سيد جايسون معنا في 19. لنبدأ من هذه العملية البرية التي وصفتها إسرائيل بالمحدودة وأبلغت بها الجانب الأمريكي، نريد أن نسأل عن الدوافع وراء تغيير واشنطن لنهجها أو للهجتها بالحديث عن ضغط عسكري في نفس التوقيت تتحدث عن حل دبلوماسي. طيب أرجو أن تبقى معنا سيد جايسون لنذهب إلى هذه الصور إذن مشاهدين التي تأتينا مباشرة لقنابل مضيئة في جنوب لبنان. إذن هذه الصور المتداولة لقنابل مضيئة في جنوب لبنان تزامنا مع الحديث عن بدء عملية برية إسرائيلية محدودة في قرى جنوب لبنان. تفضل سيد جايسون. لا أعتقد أن ثمة حل دبلوماسي عندما تتعاملين مع منظمة إرهابية مثل حزب الله الذي وجه صواريخه وكذلك قنابله تجاه إسرائيل منذ 8 أكتوبر. وهو دمية في للنظام الإيراني، وإسرائيل لديها 10,000 من المواطنين في الشمال الذين لا يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، وبالتالي الحل الدبلوماسي لا يمكن التعويل عليه، يجب القضاء على حزب الله في جنوب لبنان لإنقاذ لبنان. ولكن كنت سألت عن الدوافع وراء تغيير اللهجة الأمريكية، لماذا تغيرت اللهجة الأمريكية وتتحدث اليوم عن ضغط عسكري؟ أود أن أقول إن إدارة بايدن وكذلك إدارة ترامب أدركت أنه لا يمكن التفاوض مع إرهابيين مثل حزب الله، وأعتقد أن الضغوط العسكرية فقط هي التي ستحمي إسرائيل وتنقذ لبنان وتعيد الاستقرار إلى المنطقة، وإلا سيكون الأمر وكأنك تغضين الطرف على ما يحدث، تقولون أن خطر غير موجود، وإسرائيل استطاعت الآن أن تقطع رؤوس حزب الله على أمل أن يتم الآن إنقاذ لبنان حتى يعود إلى دولة عظيمة كما كان عليه في السابق. طيب كيف تم تقييم محدودية العملية البرية؟ على ماذا تم الاستناد للقول بأنها عملية برية محدودة؟ مع العلم بأنه كان هناك حديث على لسان مسؤولين أمريكيين رصدوا إشارات بأن العملية ستكون كبيرة. يصعب التنبؤ بهذه الأمور. أعتقد آخر ما تريده إسرائيل هو البقاء في لبنان، وإنما هي تحرص على عودة مواطنيها إلى الشمال ولا يتعرضون لصواريخ حزب الله. ولكن فيما يتعلق بنطاق العملية العسكرية ضد حزب الله، لأن ما قام به حزب الله وما قامت به حماس في غزة وأن هما قاما بزرع الصواريخ بين المدنيين وعرضا المدنيين للخطر، فيصعب تحديد كيف يمكن الفصل بين الإرهابيين والمدنيين. طيب يصعب التحديد سيد جايسون، ولكن ماذا عن المخاوف الدولية، عن المخاوف الأمريكية أيضا من أن تؤدي هذه العملية إلى سقوط عدد هائل من المدنيين؟ لم يمر بعد أسبوع كامل على بدء العمليات أو الغارات الإسرائيلية، ولحد الآن أكثر من 1,100 قتيل. Well,
الضحايا المدنيين هو أمر يأسف الناس الإنسان له، ولكن هذه حرب، والحرب لا سوف تتسبب بالآذى للناس. ولكن بغض النظر عما يقول المجتمع الدولي أنه يجب أن نلتقط أنفسنا وأن نسمح لحزب الله بمواصلة تدمير لبنان، ويتم قول ذلك في عواصم في أجواء مريحة مع تجاهل ما عاناه الشعب اللبناني خلال العقود الماضية، ليس بسبب إسرائيل ولكن بسبب النظام الإيراني وكذلك تشكيلاته المسلحة مثل حزب الله. طيب، على ماذا تراهن واشنطن في دعمها لإسرائيل سيد جونسون؟ وما الذي يضمن بأن لا تكون النتيجة كالذي حدث في قطاع غزة مثلا؟ غزة مدمرة عن بكرة أبيها، ولم تحقق إسرائيل أي من الأهداف التي تحدثت عنها، من بينها استرجاع الرهائن مثلا. لحسن الحظ في هذه الحالة ليس هناك رهائن، ولا يمكن أن نتحدث نيابة عن إدارة بايدن لا أعمله، ولكن هذه الإدارة تدرك بأن إسرائيل الآمنة ولبنان الذي لا يعاني من قبض حزب الله هو أمر من مصلحة لبنان وإسرائيل والمنطقة، وبالتالي ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لتحرير لبنان من حزب الله بطبيعة الحال. إذن مشاهدينا، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية تقول بأنه لا يوجد حاليا أي دخول بري للجيش الإسرائيلي إلى لبنان، خلافا لما جاء على وسائل إعلام إسرائيلية أخرى التي تحدثت عن بدء الدخول البري الإسرائيلي لجنوب لبنان. على كل، حتى الجانب الأمريكي كان قد أكد أيضا على لسان مسؤولين بأن العملية البرية على جنوب لبنان ستكون خلال ساعات، وقبلها سمع أيضا هدير الدبابات الإسرائيلية على قرى في جنوب لبنان بحسب ما أفادت مراسلتنا. وكانت هناك أيضا صور متداولة قنابل مضيئة في أجواء جنوب لبنان. أعود إلى ضيفي سيد جيسون، ما حدود الدعم الأمريكي للجانب الإسرائيلي إن دخل فعليا بريا إلى جنوب لبنان وطالت هذه العملية؟ البعض يقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية قد أيضا تصل إلى، ليس فقط لتعزيز قواتها العسكرية وإنما لإرسال مقاتلين. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بنشر جنود، فإسرائيل والولايات المتحدة سوف تتقيدان بالقانون الدولي، ولا لن يكون هناك مسعى لتعميق الحرب، وإنما الهدف هو توفير الحماية. ولكن هذه أوضاع معقدة، ما ينبغي أن يحدث لمصلحة لبنان والمنطقة بما في ذلك أصدقائنا العرب، يجب أن نوضح أن اجتثاث حزب الله من لبنان أو القيام بكل ما تسعى هو من مصلحة الجميع. أود أن أرى الحكومة اللبنانية تقول كفى ونريد اختفاء حزب الله، دعونا نعيد إلى لبنان عظمته مرة أخرى. أعتقد أنه سيكون أمر سعيد بالنسبة للجميع أن يروا زوال حزب الله، فلبنان يعاني وهناك من يتجاهل ذلك. حزب الله والنظام الإيراني بكل المعاناة والموت، وكذلك دفع إسرائيل للدخول إلى لبنان، وهذا آخر ما كانت إسرائيل ترغب به. طيب سيد، على كل، أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مبعوث الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للشرق الأوسط جايسون غرينبلت.